فكأن هذه الفتوى كما قال حفيده خرجت مخرجا خاصا مراعاة لدعوى خصوم أرادوا التسلط على الدعوة بأنهم يتوسعون في التكفير، فتكلم رحمه الله تعالى بهذا الكلام. وكذا قوله رحمه الله تعالى نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فإن كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذا المورد مما لت فيه الناس وعجنوا. والمعروف عند علماء الدعوة رحمهم الله تعالى هو ما ذكره إمام الدعوة في الهدية السنية في الرسالة الرابعة منها في الصفحة الثالثة بعد المئة، قال: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون. فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون، ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية، ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. قوله نحكم بأنهم مشركون هذه جملة، والتي بعدها الواو استئنافية، ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. فمقام التكفير عند إمام الدعوة وأصحابه نوعان: أحدهما إجراء الكفر عليهم، إجراء الكفر عليهم، إجراء الكفر عليهم، فإنهم متى تلبسوا به صاروا عندهم كفارا، فإنهم متى تلبسوا به صاروا عندهم كفارا. والآخر إجراء الكفر فيهم، إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه، بإنفاذ أحكامه من القتال وغيره، من القتال وغيره. فهذه متوقفة عندهم على قيام الحجة الرسالية، فهذه متوقفة عندهم على قيام الحجة الرسالية. ومن وعى هذا الأصل انقشعت عنه كل شبهة فيما يتعلق بما يسمى بالعذر من الجهل، فإن من أراد أن يعرف قول إمام الدعوة في الكفر بالجهل لا يأخذه من كلام متفرق له أحواله وموجباته، بل يأخذه من أصحابه ومن أخذ عنهم إلى يومنا هذا. فأنت إذا رأيت فتاوى أهل العلم من علماء الدعوة الإصلاحية ومن آخرهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لم تجد غير هذا المعنى، أنهم باعتبار إجراء الكفر عليهم يحكمون بأنهم كفار إذا وقعوا في الشرك والكفر وتلبسوا به، لكن من جهة إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه وقتالهم وما يتعلق بذلك من أحكام المرتدين فهذا يتوقفون عنه حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية.